عدد المجلس النيابي هو 117 وليس 128 بعد استقالة نواب ووفاة آخرين، وبالتالي فإن الأكثرية المطلقة هي 59 صوتاً وليس 65. هذا هو الأرنب الدستوري الجديد الذي خرج به رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالأمس، وسنده فيه كل من القوات والمستقبل والاشتراكي. هذه الفتوى جاءت بعدما سقطت صيغة اقتراع المغتربين ضمن دوائرهم بفعل نيلها 61 صوتاً فقط، لذلك كان لابد من تعديل النصاب لإعادة إحيائها والسير فيها ولو رغم الدستور. كل هذا المسار دفع بتكتل لبنان القوي للانسحاب من الجلسة التشريعية، إلا أنه لن يكتفي بالتصعيد السياسي، بل سيكون المجلس الدستوري وجهته القريبة لتقديم طعن بقانون الانتخاب. أكيد يعني اليوم توجه لتقديم طعن انطلاقا من الأسباب الموجبة اللي إجا فيها رد رئيس الجمهورية، منضيف عليها طبعا اللي حصل بجلسة المجلس النواب امبارح والخلاف الكبير على قصة النصاب يلي بنعتبره هو مخالفة دستورية بحكم أنه النصاب لازم يكون قانوناً أعضاء مجلس النواب قانوناً وليس فقط الأحياء، والاتهام أنه نحن عم نأخر الانتخابات، بالعكس اللي بده يأخر الانتخابات هو اللي بغير بالقانون وبيفوت بكل هالشربكات اللي عم تفوت فيها. إبقاء القانون على حاله لا يغير فيها، بالعكس يسهل عملية إجراء الانتخابات مثل ما هي. هيدي نقطة الأولى. النقطة الثانية بالآخر الخلاف، شو بدي افترض ان قبل الطعن شو بتصير؟ بتصير الانتخابات بدل ادار ايار، مش ما بتصير انتخابات، بتصير انه بينتخبوا بدل ما ينتخبوا ست نواب بدايرة قايدهم بينتخبوا ست نواب بالاختراق. فاذا هذه كلها يعني اتهامات مردوده. كذلك لم يحسم رئيس الجمهوريه خياره بعد بشان تقديم طعن ايضا بالقانون امام المجلس الدستوري، خصوصا ان مجلس النواب لم ياخذ بملاحظاته وحججه القويه، فضلا عن اليه اعتماد الغالبيه المطلقه، علما أن تقديم الطعون ينتظر إما توقيع الرئيس عون على قانون الانتخاب أو الامتناع عن ذلك ليصبح القانون نافذا حكما مع انقضاء المهلة القانونية ونشره في الجريدة الرسمية. طعون يقول عنها رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية البروفيسور بول مرقص أن حظوظها مقبولة، فالأكثرية المطلقة هي 65 نائبا، وخلاف ذلك تفسير في غير محله. الأغلبية المطلقة تعني نصف عدد النواب الذين يتألف منهم المجلس، أي 128 قسم 2 مقسومة على 2 زائد 1. كان مجلس النواب في خلال الأحداث قد بادر إلى تفسير لعبارة الأغلبية المطلقة، حيث اعتبر أن الأغلبية تحتسب على أساس عدد النواب الأحياء. ماذا يفسر رجوع مجلس النواب في 8 آب 1990 بموجب القانون رقم 11 عن تفسيره هذا؟ وبالتالي هذا تأكيد إضافي على أن المخرج السابق سواء عام 76 أو عام 80 كان مخرجا مؤقتا انتقاليا بسبب هاجس العدد النيابي إبان الحرب. فور ورود مراجعة الطعن إليه يمكن للمجلس الدستوري أن يقرر وقف تنفيذ القانون مؤقتا إلى حين الفصل في أساس المراجعة، كما في إمكانه ترك القانون نافذا خلال تلك الفترة، ويتعين على المجلس الدستوري الفصل في أساس المراجعة خلال مدة زمنية تقارب الشهر ليتخذ قراره النهائي، إما برد المراجعة فيصبح القانون خارج دائرة الإبطال، وإما قبول المراجعة في الشكل وفي الأساس إما جزئيا أو كليا فيبطل القانون التعديلي برمته أو يبطل أجزاء منه التي يراها غير دستورية. ليبقى السؤال الأساسي، هل سيكون المجلس الدستوري قادرا على الالتئام وأصدار قراره في هذا الشأن، أم لن يتأمن النصاب أي 8 أعضاء من أصل 10 فتمر المهلة القانونية ويسقط الطعن؟